يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ ان شاء الله رجعت لكم بانبوكسين جديد ليد من شركة هوري ميني. طبعا تيجي بثلاثة الوان اللي هو اللون الازرق الاسود والاحمر. خلينا نفتح الصندوق ونشوف ايش فيه. طيب في كتيب وفي اليد بكل بساطة، ما في أي شيء ثاني. طيب إيش يميز اليد؟ هذه أول شيء يميزها إن حجمها صغير مقارنة بالكبيرة. ثاني شيء يميزها إنها بسلك ما تحتاج لشاحن. والشيء اللي يميزها الثالث إنها رخيصة، سعرها تقريبا ما يعادل 30 لـ40 دولار، تقريبا 140 لـ150 ريال سعودي. لقيتها في مكتبة جرير بـ139 بالضبط مع الضريبة. فزي ما إحنا شايفين الأزرير ما في أي اختلاف. إن شاء الله التتش طبعا تحت ما في أي حاجة، ما تقدر تشبك فيها سماعة أو أزرير زي ما هي زي ما انت شايفين. نبدأ في السلبية الأولى. السلبية الأولى إن أنا ما نقدر نشغل اليد بضغطة الزر زي ما كنا نسوي في اليد القديمة، لازم نقوم نشغلها من السوني نفسه. السلبية الثانية إنه اليد باين عليها إنها مصنوعة، من ملمسها يديك إنها مصنوعة من مواد يعني رخيصة. والسلبية الثالثة إنه ما فيها أي حاجة من تحت، ما نقدر نشبك سماعة فنضطر نستعمل السماعات اللاسلكية. طيب السلبية الرابعة إنه ما راح نلاقيها في كل مكان، ما راح نلاقيها إلا في المراكز الكبيرة اللي زي جرير اكسترا وزي كده. في المعارض حق شركة سوني ما لقيت اي معلومة عنها، المفروض انها تكون طرف ثالث معاهم ويستفيدوا من الخبرات اللي هم ما قدروا يسووا، لانه صراحة سعر اليد استغلاليين لدرجة كبيرة جدا، فهذا لو وفروا لنا شيء جميل. طيب نجي للايجابيات. الايجابيات انه اليد خفيفة، اليد رخيصة، اليد ما تحتاج لشاحن، والسلك حقها 3 متر، فاتوقع كافية لاي احد يبقى يلعب من مسافة كويسة، مريحة للعين، مريحة للجلسة برضو. وهذا اللي كان عندنا، ان شاء الله يكون افدتكم. واي احد يبقى معلومات عن اليد يكلمني ان شاء الله اعطيه واكون مفيد له. ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.